جمال بن شيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. لله ما أعطى ولله ما أخذ. تغمم الله بواسع رحمته وأسكنه وفسح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رزئت فرقة مسرح فنون لفاطمة بن زيان بوفاة رئيسها ومؤسسها الأستاذ المربي المعلم الأديب الأخ والأب سيدي أنور الجندي الله يرحمه. أنا لحد الآن باقي ما مصدقش، لأن آخر مرة شفته قبل ما يدخل المستشفى شي 4 أو 5 أيام، كنا في اجتماع حول حقوق المجاورة، وكان رحمه الله يبدو عليه التعب كثيرا، وذكر لي أنه لا ينام في الليل، وأنه أصبح يحس بما كان يحس به أخوه المرحوم عبد المنعم الجندي الله يرحمه الله يرحم رائدة المسرح أمنا الفاضلة حاجة فاطمة بن زيان الله يرحم الأستاذ العملاق محمد حسن الجندي الله يرحم عبد المنعم والله يرحم خويا أنوار الله يرحمه الله يرحمه. عزاؤنا واحد. برحيل الفنان والأخ والصديق العزيز أنوار الجندي تكون الساحة الفنية الوطنية قد فقدت واحدا من الشغوفين الكبار بالمسرح المغربي. يكون المسرح المغربي قد رزئ بواحد من أقطابه الذين أسسوا لثقافة مسرحية معاصرة. الفنان أنوار الجندي كما عرفه الجميع رجل طيب ذو أخلاق فاضلة وكبيرة. أنوار الجندي الذي ظل رجل إنسانية ورجل يخدم الجميع. أتذكر جيدا عند رحيل الفنان المحجوب الراجي، كان الرجل طيبا وكان الرجل أمينا وكان الرجل واقفا على كل صغيرة وكبيرة في جنازة المحجوب الراجي، ليس فقط المرحوم المحجوب الراجي ولكن أيضا عند رحيل كل زملائه يقف الرجل معهم سندا ويقف معهم في كل الشدائد. أنوار الجندي لن أقول أكثر من أنه إنسان خلوق طيب، كان متواضع مع الجميع، كان خدوما للجميع. رحمة الله على واحد من أسرة آل الجندي، الجندي التي خدمت المسرح والفن، خدمت السينما والتلفزيون. ونذكر العملاق الكبير محمد حسن الجندي الذي يعتبر واحدا من أهرامات هذا الوطن وواحدا من نجوم الفن العربي، هو ابن وسلالة آل الجندي. رحمك الله سي أنوار، رحمك الله وأسكنك فسيح الجنان، ستظل في قلوبنا إلى الأبد. تعازينا الحارة للأسرة الفنية المغربية.